المهندس كامل الوزير وزير النقل عقد اجتماع موسع مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق لبحث آليات تنفيذ وتشغيل منظومة النقل الذكي اي تي اس ده لزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق وتم خلال الاجتماع استعراض خطط البدء في المشروع والطرق اللي بتشملها المرحلة الأولى للتنفيذ وهي طرق القاهرة السويس والقاهرة الإسماعيلية وبورسعيد والدائري الاقليمي وطريق القطاميه العين السخنه وشبرا بنها الحر وطريق القاهره اسكندريه الصحراوي. وهيتوالى دخول الطرق في المنظومه في المرحله الثانيه عشان تشمل 20 طريق. ووزير النقل اكد ان جميع الطرق اللي هتدخل في نظام النقل الذكي هتكون مراقبه بشبكه كاميرات بترصد الحاله المروريه على مدار 24 ساعه. وكمان هيتم رصد اي مخالفات او تجاوزات وهتقوم الكاميرات بابلاغ صاحب السياره بتجاوز السرعه من خلال رساله قصيره